أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوما فقط، وذلك للتأكد على مدى فعالية تنفيذ الجزء الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية. وشدد غروشكو على أن موسكو ستسعى لضمان الوفاء بجميع التزاماتها بموجب صفقة الحبوب وإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرا على أن المفاوضات لا تزال جارية.